يو واتساب تو الموند، مرحبا بكم الناس الكل. سي دراكو، مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من برنامجكم المفضل ذا جيمنج شو. في البرنامج نتاعكم باش نحكيو على تروا روبريك العادة. الروبريك الأولانية باش يكون اسمها جيم اون، ويتلقاو آخر أخبار عالم ألعاب الفيديو والنيوز نتاع الرياضات الإلكترونية. الروبريك الثانية باش نحكيو على دراكوتيك. دراكوتيك باش يكون فيها آخر أخبار عالم التكنولوجيا، كلكو سوا من السمارت فون، من اللابتوب، من الانتليجنس ارتيفيسيل، وحتى من الصواريخ. وفي الروبريك الثالثة بيان سور محبوبة الملايين اللي هي دراكو ميستري، كانك من محبوبين نظريات المؤامرة والغموض والأسرار اللي مش مكشوفة عندها سنين، لازمك تتفرج في دراكو ميستري. مرحبا بكم شباب في الروبريك الأولى اللي هي جيم اون، وين نعطيكم آخر أخبار عالم ألعاب الفيديو. سنبدأ بالنيوز الأولانية شباب باش نحكيو على أغلبية العباد اللي عاديو برشا وقت وما يلقاوش شنو يعملوا ومغرومين بالجيمينج. نجم نعطيكم سورس ياسر مزيانة تنجموا تبارتاجيو منها الباسيون تاعكم مع برشا عباد أخرين. على سبيل المثال ستريم، علاش ما توليش تستريمي؟ تيرم يستعملوه برشا لي جوغ دو جو فيديو. تستريمي اي بلغة اوضح تبدا تلعب على البي سي نتاعك والا على الكونسول نتاعك لايف على المباشر، وبرشا عباد تبدا تتفرج فيك على الانترنت، ويبداو بيان سور يسيبورتيو فيك ويبارتاجيو معاك نفس الباسيون نتاعك اللي هي الفيديو جيمز ونفس الجيم اللي انت تحبها. نجم نعطيكم على سبيل المثال بلاتفورم نيمو بوان تي في اللي فيها برشا ستريمرز كلكو سوا من العالم العربي ولا من العالم ككل، موجودين فيها برشا توانسة. نجم بالوقت تلم الكوميونيتي اللي تحب عليها وتبارتاجي معاهم الباسيون نتاعك، وتنجم حتى بالوقت تولي سورس نتاع فلوس. هي نعم تنجم تولي تخلص من الحاجة اللي انت تحبها. النيوز الثانية شباب تخص شركة بليزرد. شركة بليزرد اللي عملت برشا دي جو كبار، نحكيو على واحدة من أكبر لي جو اللي هي وورد أوف وور كرافت وما أدراك. وورد أوف وور كرافت اللي جاي منها اسم دراكو اللي أنا انسبيريتو من اللعبة هذي ولعبتها لأكثر من 5 سنوات. وورد أوف وور كرافت فيها سكون أبل نحنا دي مونتور. لي مونتور هذوما يساعدوك باش تديبلاسي ولا باش تنقل من مكان إلى آخر في وسط اللعبة. نحكيو على ماكينات، على طيارات، على كرهب، نحكيو على موتورات، ولا حتى على دي كرياتور ميتيك. على سبيل المثال دراجونات وغيره. فما مونتور خرجت عندها برشا، اسمها تيغر سبيكترال. المونتور هذه موجودة كاين في وسط الجيم، لكن تباعت مؤخرا بسوم خيالي. نحكيو على سوم بالدينار التونسي. اش قولك اذا كان نقول لك مونتور في وسط لعبة وورد اوف وور كرافت تباعت بسوم ما يقارب 4300 يورو، يعني بما يقارب 14 مليون تونسية. اي نعم، جوست خاطر ايدام صغير والا مونتور صغيرة في وسط لعبة، يعني حاجة فيرتوال وما تدخلكش الفلوس. اي نعم، فما منهم برشا هذوما العباد اللي يشريو برشا حاجات على الجيمينج على خاطرهم مغرومين ياسر. بما انه العام اللي مشى 2021 يتسمى عام ياسر مزيان بالنسبه للاندستري نتاع لي جو فيديو، اذا باش نعطيكم توب 3 نتاع الجيمز اللي تم لعبها واللي تم بثها على المباشر لعام 2021. المرتبه الثالثه جي جارينا، شركه جارينا المصممه للعبه فري فاير. في بالكم شباب انه فري فاير كي تدخل الجوجل بلاي تلقاو بما يقارب 1.2 مليار نومبر تاع تيليشارجمون. اي نعم، 1.2 مليار عبد هبطوا فري فاير على تليفوناتهم ويلعبوا في الجو. جو بوبيلار على الاخر ومعروفه ياسر. برشا منكم سيرمون انت زاد مهبط جو فري فاير وقاعد طالع فيها. هي جات في المرتبه الثالثه من اكثر لي جو اللي تم متابعتهم ولا تم ستريم نتاعهم لعام 2021. في المرتبة الثانية جو اسمها It Takes Two. جو هذي كان جو دلاني لعام 2021، أحسن لعبة تم اختيارها من برشا نواحي، كلكو سوا من الجيم بلاي، من الجرافيزم، من القصة متاحة
وبرشا جوانب أخرى. We also have a huge amount of mini games spread out throughout the levels for Cody and May to find and to compete with each other. And lastly, with the Friends Pass, you only need to buy one copy of the game to play with your friend. Now, have a great trip and I hope you enjoy the game. I know you will. Boom! سيرمون عرفتوا أنهي في المرتبة الأولى نحكيو على روكستار جيمز ونحكيو بالطبيعة على لعبة GTA 5/GTA RP اللي هي تعرفت برشا دريالمون. GTA RP اللي هي تنجم تاخو بيرسوناج في وسط الجو وتنجم تسميه اللي تحب وتنجم تعمله باك ستوري، يعني تنجم تعمله القصة اللي خاصة به. تنجم تخدم هوم دافير، تنجم تخدم بوليس، تنجم تحل المشروع متاعك الخاص، تنجم تخدم الخدمة اللي تحب عليها. عبارة ميتافيرس، يعني عبارة عايش في العالم الفيرتويل لكن حقيقي شوية، خاطر تنجم تانتيركتي مع العباد، تنجم تعمل رياكسيون مع العباد وتعيش في وسط اللعبة كأنك تعيش في الدنيا بالرسمي. نعطيكم على سبيل المثال، كي تبدأ تسوق في كهرباء وتحرق فو يخلط عليك الحاكم ويعطيك خطية وتدفع فلوس بالرسمي، حاجة ياسر طيارة، وهذيك علاش هي أكثر لعبة تم بث على المباشر لعام 2021. مرحبا بكم في الربريك الثانية اللي اسمها دراكوتيك. كالعادة والعوايد شباب، في كل حلقة نحكيو على كوكب اليابان، كل مرة يجينا بغريبة وعجيبة واختراع جديد ما صارش على البال. اشقالكم اذا كان قولكم تم اختراع تلفزة جديدة، ماش نحكيو على كبر ولا على ريزوليسيون وإلا على تلفزة ذكية. بتبيعة نجم تتفرج فيها، بتبيعة نجم تسمعها، وبتبيعة نجم تمسها، لكن شي قولك إذا كان نقولك التلفزة هذية فيها خاصية غير عادية، حاجة ياسر سبيسيال، نجم تلعق الشاشة. نعم كما سمعتوا، يتم لعق الشاشة وغاديك وين تنجم تذوق الماكلة الموجودة غادي. خلنا نفسر لكم، مش معناتها تحط ماكلة فوق ليكرون، لا، احكيو على تكنولوجيا تخليك وقت اللي تحط على سبيل المثال تصويرة بيتزا ولا تصويرة صحن مكرونة وإلا صحن كسكسي، بو ما تصورش ياكلوه في اليابان، وقت اللي تلعق الشاشة تنجم تذوق الماكلة هذيك. اختراع مازال مود بيتا، يعني مازال في التيست، ويخموا انهم باش يردوه في لي ريستورون الموجودين الكل، في بلاصة انه يمد لك المنيو، ينجم يمد لك إكران، ويتم لعق الإكران هذاك، وتنجم تختار من خلاله الجو نتاع البلا قبل ما يجيك. テレビっていうのは映像が出る、そして中に大概スピーカーが入っていて音も一緒に出るということで、映像と音声が合わさって配信されているというものだと思います。でそれに味覚も加えて味も一緒に配信する、画面を直接舐めるとそこに映っている食べ物の味を本当に味わえる。ハージャートワカフルマッレイケンカリコンタツウロマイヤイザキナテクノロジーディアナジムラウハンハーフィレレストランテアナトウンサマバアデネシバチアラカウコブリアバンウナムシウウウカウコブスティンスティンザザキフキフマロハブリクティラアテムテハレクルマラヘディビシナキウアラディカメラツュレフェヨンス ذكية مربوطة بالذكاء الاصطناعي. شنو هي محلها من الاعراب وشنو تنجم تصلح لك كاميرات سيرفيونس هي ذكاء اصطناعي؟ يتم مراقبه العباد اللي تخدم في لي سونتر دابيل والا الاكثريه اللي يكون فيها برشا موظفين موجودين في نفس المكان. الكاميرات سيرفيونس هذيا تعمل تراكينغ نتاع الفيزاج وتقول لك اسكو السيد قاعد يخدم ولا قاعد يفتلك مع اصحابه ولا هزوا النوم وقت الخدمه ولا لا. يعني فوتنا المرحله نتاع اسكو تعدي سويعك الكل ولا ولا تحط البصمه نتاعك وقت اللي تدخل ولا تخرج. الكاميرا هذيا ولات بريسك موجوده في اماكن العمل الكل، وكيك ينجم مدير العمل يعرف شكون متفاني في العمل نتاعو وشكون قاعد يخدم على روحه. توا خلينا نحكي لكم على تليفون فريد من نوعه، تليفون باش تخرجوا شركه هواوي من سيري نتاعها ميت.
فما برشا تسريبات تقول اللي التليفون مش يكون غير عادي، باش نحكيو على فيتشرز ولا على خاصية ياسر ياسر مزيانة ومش بتلقاها في التليفونات الكل، وحاجة فريدة من نوعها. في التليفون هواوي هذا ولا في التسريبات الموجودة نحكيو على تليفون ما يقصش عليه الريزو بتاتا. كيفاش نجم تصير الحكاية؟ نعرفوا اللي أغلبية التليفونات وقت اللي تمشي في بلاصة أو الريزو في الجبل في البحر وإلى غيره ما يبداش عندك ريزو جملة، خاصة وقت اللي تمشي تكامبي مع أصحابك. لكن خليني نقول لك الخاصية الموجودة في التليفون هذا وإلا حسب التسريبات إنه وقت اللي يكون ما عندكش ريزو التليفون يكون كبابل إنه باش يتصل بالأقمار الصناعية وكيكا ينجم يوفر لك الريزو في أي مكان وفي أي زمان كنت فيه على البلانيت تير أو على كوكب الأرض. حاجة مزيانة على الأخر نتصورها ما عادش ألو ما فماش ريزو ما نجمش نتحصل عليك. فما زادة برشا خاصيات أخرين مزيانين موجودين في التليفون، نحكيو على أكثر من 6000 ملي أمبير في البطارية، يعني سمارت فون يشدك نهارين من غير شارج. حاجة انكرويابل، حاجة مريناهاش معاهد 33 وتليفونات مسونوري بوليفونيك. لكن غاست ديكوفغيغ شباب، نشوفوا الانونسمون اوفيسيال نتاع شركة هواوي ونشوفوا اسكو يجي نهار والتليفون هذا يولي كوميرسياليزي والا لا، وهل انه باش يوصل للتراب التونسي والا لا.